السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وبي تي سي وورلد لعالم البيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة باخر اخبار العملات الرقمية. طبعا اصدقائي، كثير من الاسئلة او كثير من المستثمرين اللي سألوني ايهما افضل في الاستثمار، عملة تيرا لونا كلاسيك ولا عملة شيباينو. بهذا الفيديو اصدقائي راح نجاوب عن هذا السؤال المهم. اما باش الفيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، ولا تنسى تنشئ حساب على منصة كوكوين عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو. عشان بالفيديو القادم راح نتكلم عن بوت التداول الخاص بمنصة كوكوين، بوت مهم أصدقائي ومفيد للجميع. خليكم معنا بعد الأدرك. طبعا أصدقائي، عملة تيرا لونا كلاسيك وعملة شيباينو كلتا العملتين تحتوي على 4 أصفار من بعد الصفر وبعد الفاصلة. طبعا عملة شيباينو 0.4 أصفار 1، وعملة تيرا لونا كلاسيك 0.4 أصفار 7. عملة تيرا لونا كلاسيك سعرها مرتفع بنسبة 7 أضعاف عن عملة شيباينو. طبعا أنا لازم أنظر كمستثمر، لازم أنظر على العملتين، نعرف أن عملة تيرا لونا كلاسيك وصل القيمة السوقية لهاي العملة. طبعا المسمى القديم لعملة تيرا لونا كلاسيك اللي هي عملة تيرا لونا وصل الماركت كاب الى 4 مليار او 5 مليار دولار، كانت في العملات التوب 10. حاليا الماركت كاب تقريبا نصف مليار دولار فقط، وعندي التوتال سبلاي والماكس سبلاي 6.9 تريليون قطعة. اما بالنسبة لعملة شيباينو، ماركت كاب من فترة طويلة على ما هو عليه، العملة بترتفع للتوب 10 وتنزل للتوب 20. طبعا بالنسبة للماركت كاب 5 مليار و836 مليون دولار، والتوتال سبلاي اللي هي عدد القطع اللي بتتجاوز 90 ضعف الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا عدد قطع عملة شيباينو 589 تريليون قطعة، اما عملة تيرا لونا كلاسيك 6.9 تريليون فقط. يعني تقريبا عملة شيباينو عدد القطع 90 ضعف عملة تيرا لونا. هاي نقطة ايجابية لعملة تيرا لونا. اما الماركت كاب المنخفض لعملة تيرا لونا، طبعا هاي كمان نقطة ايجابية لعملة تيرا لونا كلاسيك. يعني انا اذا بدي اعمل مربح 1x من عملة شيباينو على عدد القطع الحالي، طبعا بدون تواجد اي اخبار او بدون حدوث اي اخبار او فومو على العملة، نحتاج ماركت كاب يتجاوز 9.5 مليار دولار. يعني العملة لازم تصير من التوب 5، يعني ماركت كاب تقريبا الضعف نحتاج حتى لو نكسب من عملة شيباينو 1x. اما عملة تيرا لونا كلاسيك نحتاج الى ضعف كمان، لكن ضعف النصف مليار اسهل من ضعف الخمسة مليار او 5.5 مليار. لهيك اصدقائي، فرصة انه عملة تيرا لونا كلاسيك تدخل سيولة بقيمة نصف مليار دولار اكبر من نسبة ارتفاع عملة شيباينو بنسبة 5 مليار دولار بحسب الماركت كاب. لهيك هاي نقطة ايجابية لعملة تيرا لونا كلاسيك. يعني عملة تيرا لونا كلاسيك اذا بتصير الماركت كاب نفس الماركت كاب الخاص بعملة شيباينو حاليا، طبعا هاي مثال، انا ما بقول لكم العملة رح تصير ماركت كاب نفس ماركت كاب عملة شيباينو، انا بقول لكم مثال. اذا الماركت كاب الخاص بعملة تيرا لونا كلاسيك بصير نفس الماركت كاب الخاص بعملة شيباينو، طبعا العملة بتحذف احد الاصفار. حتى عملة شيباينو تحذف احد الاصفار، انا بحتاج الى ماركت كاب يتجاوز 50 مليار دولار، وهذا الشيء مستحيل جدا جدا. طبعا اصدقائي، اما بالنسبة للخطوتين المهمات جدا اللي هي عندي حرق من عدد القطع، طبعا بحتاج لكمية حرق كبير جدا لحتى اشوف عملة شيباينو بسعر الواحد سنت. بحتاج لحرق 99% من عدد القطع، وحتى اذا حرقنا 99% من عدد القطع بتم عدد قطع عملة شيباينو اكثر من عدد قطع عملة لونا. طبعا اذا تدخل على تويتر بتكتب شيباينو بان او حرق عملة شيباينو، بنشوف يوميا العديد من عمليات حرق عملة شيباينو. طبعا هاي فقط تغريدات على تويتر، لكن اذا ننظر الى الناحية الفعلية او ندخل على كوين ماركت كاب، طبعا التوتال سبلاي والعرض للمتداول لم يتغير نهائيا. طبعا عندي علامة التوثيق على المعروض للتداول، لهيك ما في عندي اي تغير في المعروض.
الرقم ثابت وما بيتغير نهائيا. في حال تغير الرقم علامة التوثيق تتحول إلى علامة تعجب، هاي في حال زيادة أو نقص في المعروض. طبعا حتى التوتال سبلاي ما بينقص، لهيك عندي عملية الحرق لحد الآن هي عملية حرق وهمية على عملة شيبا إينو. أما بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك مثل ما شفتوا بالفيديو السابق، بدعو الجميع حتى يشوف الفيديو السابق في قناتي عن مشروع حرق عملة تيرا لونا. طبعا أصدقائي، حرق عملة تيرا لونا بالأمس طلع تصويت طبعا وتمت الموافقة على القرار، وقالوا إنه راح يتم حرق 1.2% أو 1.2% من كل عملية تداول حتى ينزل توتال سبلاي أو الماكس سبلاي إلى 10 مليار قطعة من عملة لونا كلاسيك. طبعا هذا الشيء أنا بنظر له بيحتاج لسنين طويلة أو سنين ضوئية طويلة جدا حتى التوتال سبلاي ينزل إلى 10 مليار قطعة. عندي حوت واحد يمتلك 2 تريليون قطعة، يعني أصدقائي بيتم الحرق، لكن الحرق من جيوب المستثمرين. يعني أنا إذا بشتري بقيمة 100 دولار، أنا ما بشتري بقيمة 100 دولار، أنا بشتري بقيمة 98.8 دولار، يعطوني قطع بقيمة 98.8. لهيك أنت بتخسر من كل عملية شراء وبيع. طبعا بعد ما يتفعل القرار أنت بتخسر من كل عملية شراء ومن كل عملية بيع، هذا كله عشان يروح للحرق. طبعا إذا تم الحرق بالطريقة الثانية اللي هو الحرق من الشركة، إذا حرقوا جميع القطع وخلوا 10 مليار قطعة بدون الحاجة إلى الحرق من المستثمرين، طبعا حتى هيك ما رح تستفيد شيء. العملة بترتفع للواحد سنت، بس اللي معه 1000 دولار رح تبقى 1000 دولار، ما رح نربح شيء لأنه رح يتم الحرق كمان من محافظ المستثمرين. اللي بيقول لي لا، الحرق من محافظ المستثمرين شيء مستحيل، طبعا أصدقائي عندي حوت واحد يمتلك 2 تريليون قطعة، أو عندي وان هولدرز بيحوي على 2 تريليون قطعة، أو 1.9 من قطع عملة لونا كلاسيك. إذا تم حرق من عدد القطع وعدد القطع الموجودة في السوق صارت 10 مليار، الحوت اللي معه 2 تريليون قطعة، هل رح تبقى معه 2 تريليون قطعة ولا كمان رح تنحرق من عدد القطع تبعته؟ لكن القيمة واحدة، مشتري ب200 مليون دولار رح يتم معه 200 مليون دولار. لهيك أصدقائي إذا صار عملية الحرق بالطريقة الثانية اللي هي الحرق من الشركة أو الحرق الإجمالي محافظ، فهذا الشيء حتى لو ارتفعت عملة تيرا لونا إلى 1 سنت أو 2 سنت، نحن ما رح نستفيد من هذا الشيء نهائيا، ما رح نصير أثرياء ونملك ملايين دولارات، فكرة خاطئة. أما إذا تم الحرق من الطريقة الأولى اللي هي طريقة حرق 1.2% من عملة لونا كلاسيك عن طريق التداول، فنحتاج إلى سنين بعيدة جدا حتى يقل أو نشوف تأثير الحرق على عملة تيرا لونا كلاسيك. لايق أصدقائي، أنا بفضل الاستثمار بعملة تيرا لونا كلاسيك بمبلغ تقريبا 70% من المبلغ المخصص لاستثمارك، 70% مبلغ جيد للاستثمار، وبحط 30% باقيات بعملة شيبا إينو. طبعا هاي اللي عندي أنا عملتين عقارن بيناتهم، أنا بفضل حط 70% بلونا كلاسيك و 30% بعملة شيبا إينو. أكبر خطأ إنه تحط كل رأس مالك في عملة واحدة، أنت مهدد إنه العملة ترتفع أو تخسر، فإذا نزلت العملة أنت بتخسر جزء كبير من رأس مالك، وإذا ارتفعت طبعا ممكن يرتفع العملتين مع بعض، بدل ما تربح من جزء واحد تربح من جزئين. ممكن تنخفض عملة تيرا لونا وترتفع عملة شيبا، فالربح اللي أنت حققته من عملة شيبا إينو بيعدل لك الخسارة اللي خسرتها بعملة تيرا لونا. لهيك تقسيم رأس المال ضروري جدا جدا. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.